الأحبة في الله. القبلة هي كل شيء واجه الإنسان وكان قباله يسمى قبلة. كل شيء أمامك اتجهت إليه كان قبلك يسمى قبلة. فعندما تصلي تتجه إلى مكان معين ويكون قبلتك أي قبالتك، فيسمى بذلك هذا الشيء قبلة. أي شيء تأتي ويكون أمامك يسمى قبالك أو قبلة. فالقبلة هي الشيء المقابل إليك. فالقبلة التي كان يصلي إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بدأ في الصلاة، كان يصلي ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان بيصلي ركعتين في أول النهار وركعتين في أول الليل. هذه الصلاة اللي كان بيصليها النبي صلى الله عليه وسلم. مكث على هذه الصلاة متجها إلى بيت المقدس. كان يقف بين الركن اليماني وركن الحجر ويتجه إلى الكعبة مقابل ذلك صخرة بيت المقدس. يبقى القبلة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه؟ صخرة بيت المقدس. إنما كان يضع القبلة الكعبة أمامه، يقف بين ركن الحجر عن يمينه والركن الآخر عن يساره ويتجه إلى القبلة إلى الكعبة بمحاذاة صخرة بيت المقدس. يبقى ليه؟ عشان نعرف كلنا معنى كلمة تحويل القبلة، لأن في ناس كتيرة جدا مش الأمور متلخبطة معاها شوية، مش عارفة إيه معنى كلمة تحويل القبلة. يبقى أول ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في أول النهار وركعتين في أول الليل. أدي الصلاة اللي كان بيصليها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يقف بين الركن الحجر والركن اليماني، يجي في وسط الركنين كده جباله على طول الكعبة وأمامها على طول كده صخرة بيت المقدس. ده كان بيتوجه لدلول. يبقى دي القبلة بتاع النبي عليه الصلاة والسلام في البداية من الأول خالص هي صخرة بيت المقدس. إنما كان بيجب بين الركن الحجر واليماني علشان خاطر يعني كان بيحب الكعبة فكان عاوز الكعبة برضه. لما نزل عليه سيدنا جبريل وكانت ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلاة 5 صلوات. يبقى في بداية الدعوة كان الصلاتين 2، في ليلة الإسراء والمعراج أصبحوا 5 صلوات. كان يصلي جبريل الأمين بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلمه كيفية الصلوات 5. سيدنا جبريل الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يأتم به والمسلمون يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى 5 صلوات بعد في ليلة الإسراء علمهم سيدنا جبريل للمصطفى صلى الله عليه وسلم: الصبح 2، الظهر 4، العصر 4، المغرب 3، العشاء 4. وعرفوا ازاي يصليهم والأوقات بتاعتهم. عرف تمام خلاص اتجه لإيه برضه؟ نفس القبلة هي صخرة بيت المقدس، هي نفس القبلة واحد. إنما احنا قلنا كان بيحب الكعبة فكان يجي بين الركن الحجر وركن اليماني ويصلي. إنما القبلة الأساس هي قبلة بيت المقدس اللي كان بيتجه لها أنبياء بني إسرائيل. لما هاجر من مكة للمدينة أصبح الأمر صعب عليه. كان بيجيب الكعبة يبقى قدامه الكعبة بمحاذاة الكعبة يعني قصادها على طول بيت المقدس. لما راح الشام، لما ربنا أمره، لما راح المدينة ربنا أمره بأنه يتجه زي ما هو للصخرة. ما أنت ما تغيرتش القبلة واحدة، ما تغيرتش في المدينة غير في مكة. في المدينة لما يتجه للصخرة تبقى الكعبة وراه، يبقى الكعبة وراه وصخرة بيت المقدس قدامه. إنما هو في مكة كانوا الاثنين قدامه فكان سهل عليه إن هو يتجه للاثنين. لكن لما راح المدينة أصبحت الصخرة قدام والكعبة وراه، فقعد 16 أو 17 أو 18 شهر يصلي للصخرة لبيت المقدس. إنما كان حزين. ليه؟ كان عاوز يرجع لقبلة أبوه إبراهيم، البيت اللي بناه سيدنا إبراهيم.
وأعلى من شأنه هو وابن إسماعيل. وسيدنا إبراهيم دعا وهو أول من سماكم بالمسلمين، وهو اللي بنى البيت وكل ده، وهو أول بيت وضع على الأرض، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. فكان بيحن للكعبة أنه يرجع تاني لمكة، أو القبلة بتاعته تكون الكعبة، لأن اليهود ما سابوش في حاله، ولا عمر اليهود هيسيبونا في حالنا أبدا. مش ممكن لو سابونا في حالنا تبقى القيامة جامد، ما أنت هيسيبونا في حالنا لما احنا نهزمهم، فمش هيسيبونا في حالنا، ورانا برضو، وهيفضلوا يكيدوا للإسلام والمسلمين إلى يوم القيامة لحد ما نقتلهم واحدا تلو الآخر. فسبحان الله، وقف النبي عليه الصلاة والسلام تعذر عليه أن يضع القبلتين أمامه، فصلى إلى بيت المقدس وترك الكعبة. حزن، كان يقلب ناظريه أو بصره في السماء دون أن يتلفظ أو يتكلم. من هنا اليهود السفهاء ما سكتوش، لذلك ربنا سبحانه وتعالى أعطى وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم التوجه إلى الكعبة. ولكن قبل أن تتوجه سأقول لك على أمور ستحدث بينك وبين اليهود. ربنا بيقول له تعالى: أنا استجبت لنظراتك ولحيائك، إنك ما كنتش بتتكلم، كنت بتنظر بس للسماء. أنا استجبت، بس في حاجات هتحصل هقول لك عليها. إيه هي؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أول ما تتحول وتيجي في مسجد بني سالم، وتيجي في المكان ده اسمه مسجد القبلتين، اللي راح السعودية راح المسجد ده وشافه، لقي إن في قبلة بنتجه لها دلوقتي، ومقابل القبلة دي على طول مرسوم من فوق كده القبلة التانية كده، زي المكان اللي فوق في المسجد عندنا ده مرسومة القبلة القديمة اللي كان بيصلي إليها النبي عليه الصلاة والسلام، اسمه مسجد القبلتين ده في السعودية في المدينة. بمجرد ما تدخل المسجد ده تبص تلاقي القبلة بتاعت اللي احنا بنصلي ليها بقصتها على طول مرسوم من فوق، من على الحيطة من فوق، القبلة اللي كان بيتجه إليها المسلمين قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تم تحويل القبلة وهو في هذا المسجد. يبقى السفهاء اللي هم اليهود المنافقين المشركين الكافرين، ولكن ذكر لفظ السفهاء 5 مرات في القرآن، 4 منهم خاصين باليهود والمنافقين والجماعة دول، ولفظ واحد بس خاص بالسفهاء من اليتامى، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي، اللي هم اليتامى اللي هم ما يعرفوش يفرقوا بين الجنيه والعشرة جنيه بمعنى أصح، ما تدوهمش الأموال دي وخلوها معاك وانتوا نموها وكبروها وما تدوهاش للأولاد دول عشان خاطر هيبيدوها ويهلكوها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال له اليهود مش هيسبوك. أول ما يسمعوا ان انت سبت القبلة بتاعتهم هيتكلموا عليك، هيقولوا ايه اللي خلاه ساب القبلة بتاعتنا احنا، ما هو كان بيتجي للصخرة او بيت المقدس ودي القبلة بتاعتنا. انما في الاساس اليهود ما لهمش قبلة، سبحان الله، انما هم ما كانوش بيسكتوا، عايزين اي حاجة وخلاص، اي حاجة يتخانقوا في المسلمين وخلاص. هيقولوا لك السفهاء دول ايه اللي خلاك سبت القبلة؟ المشركين هيقولوا ده حن للقبلة بتاعتنا اللي هي الكعبة ورجع لها تاني، يبقى هيرجع تاني لعبادة الأصنام بقى ويرجع لديننا تاني. اليهود قالوا ازاي يسيب القبلة بتاعتنا؟ ازاي يسيبها؟ ما هو في الأول كان متجه لقبلتنا احنا، وبقينا نقول له طالما اتجهت للقبلة بتاعتنا يبقى يجب عليك انك تتبع ديننا بقى، مش انت بتتجه لقبلتنا؟ بتدعونا ليه للإسلام؟ طالما بتتجه للقبلة بتاعتنا خش في ديننا بقى وسيبك من دين الإسلام دوت. كان بيحزن النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمع الكلام ده.
الوقت ساب القبلة بتاعتنا ورجع تاني للقبلة بتاعته بتاعت المشركين اللي بيعبدوا الأصنام. يبقى ده لا يعرف لأي جهة يهتدي، ده مش عارف له مكان يهتدي ليه. المنافقين قالوا الله، ده لو هو كان على القبلة الأولانية، لو القبلة الأولانية كانت صح يبقى الرجل ده هو غلط، لو القبلة الأولانية كانت على باطل يبقى العبادة بتاعتهم الأولانية كانت باطل. كل الناس هتتكلم، لو كلموك ترد على طول، قل لله المشرق والمغرب. شفتوا بقى هيقولوا عليك كتير جدا، مش هيسبوك. والكلام ده ربنا قاله للنبي عليه الصلاة والسلام قبل القبلة ما تتحول. من الإعجاز البلاغي في القرآن ان ربنا قال له القبلة خلاص اتحولت للكعبة، بس لما تتحول ويشوفوك بتصلي للكعبة هيقولوا، وانت لو قالوا رد عليهم. يبقى ربنا اداله الحجة قبل ان يصلي ويتجه الى الكعبة. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما صرفهم عن صخرة بيت المقدس. قل لله المشرق والمغرب، قل لهم ان كل الاتجاهات بتاعت ربنا، فأي مكان هصلي انا متجه لربنا.